دكتور مصطفى مدبولي قال لك بمنتهى الوضوح بمنتهى الشفافية المعادلة السعرية قد إيه، وحدد يعني قال له والله يا جماعة إحنا السعر ده هو ما اتحركش من 30 سنة، يعني إحنا بنتكلم من سنة 1994. ليه بقول لك أنا الكلام ده دلوقتي أو يعني ليه بنربط الحاجتين ببعض؟ كلام دكتور مصطفى مدبولي حول عدم تحريك السعر من 30 سنة لسعر الرغيف العيش، وفي نفس الوقت كنت أنا لسه بتكلم معاك على ان انا رفعت سعر التوريد بتاع القمح، يعني هل انا كدولة باخد منك القمح بنفس السعر اللي كنت باخده من 30 سنة؟ لا. طيب السؤال اللي بعده، لو انا رحت لأهلي المزارعين والفلاحين وقلت لهم بصوا يا جماعة انا لازم اخد منكم القمح بنفس سعر التوريد اللي كنتوا بتوردوا بيه سنة 94، في حد اصلا هياخد الكلام ده باعتباره جد ولا هيعتبر ان احنا بنقول نكتة؟ انتوا اكيد بتهزروا، استحالة. هو ايه ده اللي هتاخده مني بسعر من 30 سنة؟ استحالة. ايه اصلا اللي موجود لا في مصر ولا في اي حتة سعره هو من 30 سنة؟ مفيش. هل انا شلت الدعم عن العيش؟ لا. اللي احنا بنعمله بالظبط او اللي الدولة بتعمله بالظبط ايه؟ حاجة اسمها ترشيد الدعم. يعني ايه ترشيد الدعم؟ يعني انا بهيكل الدعم بتاعي. طب يعني ايه برضو بتهيكل الدعم؟ ما تقوليش مصطلحات ايه مكعبرة ومجعلصة. يعني من الاخر هو زي ما قال دكتور مصطفى كده، الدولة كانت بتتحمل 120 قرش هتتحمل 105 قرش، ادي كل المسألة. طيب الفرق ده هيحصل بإيه؟ بيوجه إلى فروع أخرى برضو موجهة في دعم في قطاعات أخرى، هيطلع بقى فيها قطاع التعليم، يطلع فيها قطاع الصحة، حدث بقى كيفما شئت وهنتحدث في ذلك. بس خليني الأول أخد معايا على التليفون دكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة. أهلا بيك يا دكتور. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ يوسف وكل السادة المشاهدين. مساء النور. والله أنا كنت بحاول أشرح قدر الاستطاعة وأرجو أنه يعني تساعدني في ده لأنه حضرتك المتخصص مش أنا، لكن أنا بشرح قدر الاستطاعة وبكل التبسيط اللي أقدر عليه لأهالينا المصريين إيه اللي حاصل النهاردة بناء على القرارات أو المؤتمر اللي عقده دولة رئيس مجلس الوزراء. طبعا زي ما حضرتك اشرت وباللغه البسيطه السهله لغه اهالينا، واسمح لي ان انا اتكلم بالعاميه اكتر شويه عشان المعلومه توصل. منذ عام 1988 وكان سعر الرغيف الخبز كما هو 5 قروش حتى 1/6/2024، يعني احنا بنتكلم اكتر من 36 سنه في ثبات سعري في سعر الرغيف الخبز مع مرور الدولة المصرية والحكومات المتعاقبة بالعديد من التحديات والثورات والأزمات، ولكن كانت الدولة محافظة على هذا الدعم. ممكن أقطع في حتة صغيرة. 1988 تم اتخاذ القرار برفع سعر رغيف العيش لخمس قروش، قبلها كان بكم قرش؟ كان قرشين ثم أصبح بخمس قروش، يعني زاد أكتر. ومنذ هذا التاريخ حتى 1/6 السبت القادم إن شاء الله يكون مرة أكتر من 36 سنة على ثبات سعر رغيف الخبز 5 قروش، ولم يتم الاقتراب من هذا الملف. ولكن حتى يمكن الاستمرار في دعم المواطن المصري وتقديم أفضل خدمة ليه في منظومة الدعم الغذائي سواء السلع التموينية أو سلع الخبز، كان زي ما قال سيادة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين أن المواطن يبقى شريك مع الدولة المصرية في تحمل جزء خفيف جدا وطفيف من الزيادة في تحريك سعر رغيف الخبز. زي ما حضرتك أشرت دلوقتي الدولة المصرية بتتحمل نتيجة دعم الخبز كل يوم بننتج من 250 إلى 275 مليون رغيف في اليوم، تكلفة الرغيف الواحد 125 قرش. وإذا تم التحريك زي ما أعلننا اليوم بسعر 20 قرش، فإذا احنا بنتكلم على حوالي 84% ما زالت الدولة بتدعم رغيف الخبز، لأن هي هتتحمل 105 قرش عن كل رغيف بينتج، والمواطن هيتحمل حوالي 16%. ولكن في مجموعة من الثوابت تم المحافظة عليها لازم أقولها مع حضرتك. أولا سعر رغيف الخبز هيبقى 20 قرش، ده خلاص حقيقة أصبحت إن شاء الله واقع يوم السبت، وزنه زي ما هو 90 جرام، ما فيهوش اي تخفيض. وبالتالي مقارنه بالعيش اللي هو بره منظومه التموين ال 80 جرام بجنيه ونص،
فانا عندي ال 90 جرام ب 20 قرش، فطبعا مفيش مقارنه في الاسعار. الجزء الثاني الثابت في منظومه الخبز ان حصه المواطن زي ما هي على البطاقه 5 أرغفة في اليوم، 150 رغيف في الشهر، وبالتالي الاسره اللي عندها 4 أفراد برضه حصتها زي ما هي ال 600 رغيف. وكل الحكايه بدل ما كان بيشتري ال 20 رغيف بجنيه هيصبح ان هو هيشتري الخمس أرغفة بجنيه والعشرين رغيف بأربعة جنيه. لكن منظومة الطحن ومنظومة الخبز ومنظومة التوزيع ومنظومة المطاحن ومنظومة الصوامع ثابتة كما هي، ما فيهاش أي تغيير. الأمر الثابت أيضا أن النقطة اللي المواطن هيوفرها في رغيف الخبز هتبقى سعرها زي ما هي 10 قروش، علشان آخر الشهر لو وفر أي عيش يقدر ياخده في سلع نقاط الخبز. وبالتالي احنا هنا بنتكلم على حجم انتاج سنوي يبلغ 100 مليار رغيف سنويا، بيكلفه الدولة حوالي 125 مليار جنيه. المواطن هيساهم معانا بال 20 قرش دول هيوصل ان احنا هندعم العيش ب 105 مليار. والامر الثاني ان الدعم اللي هيتم توفيره من الخبز زي ما حضرتك اشرت هيوجه إذا كان زيادة للمزارعين في الأردب القمح اللي اتحرك من 1600 إلى 2000 وده بدأ من شهر 4، والزيادة اللي هي 400 جنيه دي حضرتك في 3.5 مليون طن مستهدف بتكلف الدولة حوالي 9 مليار و300 مليون، بالإضافة إلى دعم المدارس. يعني برضو أهالينا اللي بياخدوا الدعم عندهم أولاد في المدارس هيتم زيادة عدد الفصول المدرسية، فلو أنا يعني زودت زيادة طفيفة في العيش هقدر اعوضها للمواطن ان المدارس هيبقى فيها عدد فصول اكتر، او خدمه صحيه علاجيه مع وزاره الصحه اكتر، او الاسره لو كانت بتستفيد من تكافل وكرامه هيبقى ليها دعم اكتر، او مخصصات التموين يعاد النظر اليها. وبالتالي هو اداره لمبلغ الدعم بشكل اكثر كفاءه ورشاده حتى يمكن استغلاله بالوجه الامثل او على الشكل الامثل زي ما حضرتك اشرت. عدد المستفيدين كما هو ما فيهوش تغيير، اللي بيستفيد من التمويل حضرتك 71 مليون مواطن مصري هيظلوا مغطون بمظله الدعم، وحوالي 21 مليون اسره او مليون بطاقه، 21 مليون بطاقه تمويل موجوده زي ما هي. وباكد ان العيش السياحي مش هيزيد لان تكلفته محسوبه من شهرين ثلاثة على الدقيق الزيرو استخراج 72، بيتراوح سعر الطن من 16000 إلى 15500، وتم التوافق مع الشعب العامة للمخابز على التكلفة اللي فيها هامش الربح اللي هو 80 جرام بجنيه ونص. بس ده هيستلزم يا دكتور بصراحة شديدة، وأنا متأكد أنكم يعني أداوا قدود، هيستلزم تفعيل شديد للأجهزة الرقابية بتاعتكم زي ما حضرتك فعلا اشرت. عشان كده السيادة الوزير هيعقد بكره اجتماع مع الشعب العامه للمخابز للاتفاق على اليه التحرك اعتبارا من يوم السبت، ولكن منظومه عمل المخابز ال 30000 مخبز ستبقى كما هي، ونقاط البيع زي ما هي، والكروت زي ما هي ما فيهاش تغيير. وكل ما في الامر ان هيئه السلع التموينيه هيتم تحويل الامر لاصحاب المخابز اللي هو تكلفه الخبز زي ما هي، ولكن صاحب المخبز هياخد من المواطن بدل الخمس قروش للرغيف الواحد هياخد ال 20 قرش، وبالتالي هنا هيبقى فيه حساب للتكلفه ما بين هيئه السلع وما بين شعبه المخابز او الساده الخبازين او اصحاب المخابز. يا مسهل الاحوال، شدوا حيلكم معانا اكتر في الرقابه اكتر واكتر 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 يا دكتور. ونطمن حضرتك يوم السبت لو تسمح لنا ايه اول يوم في التطبيق، ونطمن حضرتك والسادة المشاهدين على انتظام التطبيق اول يوم ان شاء الله. اوصي على منطقة الهرم وحدائق الاهرام وستة اكتوبر وحدائق اكتوبر، بيجي لنا منها كم شكاوى مش عايز اقول لك، حاجة تخض بصراحة. التجار هناك مفترين على الناس حبتين ان شاء الله. يعني وكيلة وزارة التموين في الجيزة ناخد دافع اعتبارنا اثناء التطبيق يوم السبت ان شاء الله وباذن محافظات الجمهورية. كل الشكر ليك يا دكتور، كل الشكر دكتور أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين ومعاون وزير التموين. طيب